السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكون احوالكم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة تميرات البيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله ما غاديش نعطي لكم حتى شي خلطة ولا شي حاجة، غادي ندوي لكم على واحد الكريم ولا واقي شمسي. عارفين دابا راه مقبلين على الصيف، وبزاف ديال البنات دابا كيتسائلوا اش من هذا واقي الشمسي اللي يجي ليهم على البشره ديالهم. نصيحتي ليكم انكم الا بغيتوا يعني تاخذوا شي واقي شمسي، من الافضل انكم تعرفوا اول حاجه نوع ديال البشره اللي عندكم، واش عندكم بشره مختلطه ولا حساسه، ولا عندكم بشره دهنيه ولا جافه. الا بغيتو نضوي لكم على الا بغيتو تعرفوا هاد الانواع ديال البشرات، ان شاء الله دابا نزل لكم فيديو توضيحي على كل نوع ديال البشرة. سبق لي درت لكم واحد الفيديو على واقي الشمسي فيشي، رائع بزاف، شي عامين وانا كنت كنستعمله، زوين، كيحمي من الشمس، 50% غادي نخلي لكم رابط الفيديو بالنسبة للبنات اللي مازال ما شافوش، غادي نخليه لكم في لاباغ دانفو ولا صندوق الوصف، تدخلوا تشوفوه بلا ما نكثر لكم الهضره بزاف. اللي غنقول لكم على فيشي، علاش انا عامين درتها وقطعتها، لحقاش خديت انا ما خديتش انا انفيزيبل، ما خديتش ايكرون انفيزيبل اللي ما كيبانش، خديت تانتي ومع انا لابو ديالي بيضه بزاف، وجهي بيض. ملي كندير ديك يعني واقي شمسي ديال فيشي ما كيجينيش نهائيا، مع البشره ديالي كيبين عليا سمره بزاف وهي ماشي سمره. داكشي علاش قطعته، ولكن البنات راه الحمايه فيه زوينه 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 بزاف. الا كانت شي وحده عندها البشره حنطيه، يعني ديك السموريه الزويونه اللي كتكون فحال مايله شويه كيما كيقولوا قهوه حليب، بحال هكا تقدر تجي معاها هاد ليكرون زوينه بزاف في الوجه ديالها. المهم ما علينا، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد ليكرون كنت كنديرها شي 4 سنين هادي، وقطعتها ودرت فيه شي عامين ورجعت ليها تاني. هاد ليكرون هادي سميتها سولايت، كيتها انا غير ب80 درهم عند واحد السيد كيبيع داكشي ديال المكياج موثوق فيه، يعني كنعرفو، خديتها عنده حيت كان يعني كنت فيها ما غاديش يعطيني شي حاجه زعما اللي دايزه فيها لا دات ولا شي حاجه بحال هكا. نتوما الا ما كنتوش كتيقوا في شي فهاد الشيء ديال مال المكياج وداك الشيء، سيروا لا بارا فارماسي وسولوا على هاد السميه هادي اللي عطيتكم، هي سميتها سولايت، سولوا عليها، راه تقدروا تلقاوها في لا فارماسي، تلقاوها بديك 150 درهم بحال هكاك، وفي الفارماسي راه غتلقاوها بطبيعه الحال ب200 درهم. مهم هاد ليكرون هادي اللي تيتميز فيها بزاف انها بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش يديروا واقي شمسي يعني كيبان، هي انفيزيبل. هاد ليكرون هادي فيها انفيزيبل وفيها فيزيبل، انا خديتها انفيزيبل، وفيها فيتامين او، فيه زيت ارغان كما كتشوفوا مكتوبه فيها زيت ارغان، كتحمي من الأشعة فوق البنفسجية وتحت البنفسجية. والحاجة اللي فيها زوينة بزاف هي اف 50 بلس، يعني اف 50 زائد 50، حماية من أشعة الشمس. وحاجة اللي زوينة فيها بزاف بزاف بزاف، كنصحكم أنكم إلا بغيتوا تاخدوا أي واقي شمسي تاخدوا هاد الملاحظة هذه، هي أنه خصو يكون سون بارابين. وواحد الحاجه بغيت نقولها لكم، راه حتى فيشي راه حتى هي سون بارابين، وبالنسبه لهاد المواد الحافظه وهاد لي بارابين غادي نخليهم لكم مكتوبين في واحد الليست هنا لتحت، باش فحال هكا الا بغيتو تاخدو شي اكرون سولير قراو المكونات ديالها، والا بانوا لكم شي مكون فيه يعني فيه دوك المواد الحافظه والمواد اللي كيكونوا خطيرين على البشره، تفادوا انكم ما تاخدوش نهائيا. المهم هذا هو ليكرون اللي كناخذ كما قلت لكم، غادي نجربو لكم دابا في يدي باش تشوفوا كيفاش كيجي. الحاجه اللي فيه يعني مبرزطه هذا ليكرون هذا، وانكم الا بغيتو ديروه بحال مثلا انا عندي البشره مختلطه، فعندي بلايص دهنيه وعندي بلايص جافه، قبل ما نديروه هو شويه ناشف،
قبل ما ندير البشرة ديالي كندهن البشرة ديالي بنيفيا صوت اللي ديما كنوريكم في الفيديوهات، الترطيب ديالها زوين بزاف. كندهنها كنخليها في وجهي حتى كيشربها وجهي مزيان، يعني ما كنديرش ليكخوم مباشر على الوجه. هاد ليكخوم هادي بالطبع كنديرهاش على الوجه ديالي مباشرة، لحقاش يعني كيما قلت لكم شوية جافة. عاد كنديرها كيما كتشوفوها، هي جربت عليكم في يدي كيفاش كتكون، وخصكم انكم تمصيوها مزيان، يعني تمصيوها مزيان بيديكم باش تجيكم زعما متساوية في البشرة ديالكم. الحاجة الوحيدة اللي فيها تاني خايبة هي هذه ديال الا بغيتو تمصيوها كتجي شوية صعيبة، ولكن اهم حاجة فيها انها سون بارابين، وهي مديورة بزيت ارغان، وفيها الفيتامين او وأشعة الشمس 50% حماية، كما كتشوفوا او في ا و او في بي بجوج بيهم، فوق البنفسجية وتحت البنفسجية. وحاجة اخرى في اللي فيها زوينة بزاف انها كتحمي من الشمس، كديروها وكتخرجوا بها واحد ساعة في حال هكاك، ساعتين الا بقيتو مازال في الزنقه اكثر من ساعه ولا ساعتين عاودوها تاني ليكخون، حيت ما كتشدش بزاف في الوجه، ما كتشدش اي اكخون اي واقع شمسي ما كيشدش بزاف في الوجه، عنده غير واحد ساعتين ولا ساعه خصكم تعاودوه تاني. انا اللي لاحظت فيها ان ملي كنديرها لوجهي وكنخرج بها، ملي كنرجع الحمد لله ما كنحسش بديك الحموريه بزاف في وجهي ولا شي اثار ديال الشمس ولا شي حاجه بحال هكا. هادشي باش عجبتني بزاف، كنت قطعتها كاع على وديت انها كما قلت لكم في هذا المشكل ديالها انها صعيبه تماصى وداكشي، ورجعت ليها تاني لحقاش صراحه هي جاتني مع البشره ديالي بزاف. وفي شي كما قلت لكم لقيت فيها غير المشكل ديال ان ما جاتنيش مع اللون ديال البشره ديالي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يا ربي نكون فدتكم وعطيتكم شويه ديال المعلومات على هاد الواقع الشمسي اللي قلت لكم. ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي. بسلام عليكم.